انتهى وطلق. حتى بعضهم لما يختلف يتحدث عن نفسه يقول والله إني آتي للبيت كأني لص، لا أهل الحي يعرفونه ولا جيران، يعني يختلف على هذه المرأة قد أنه يسبب لها يعني إحراج أو يسبب لها تهمة. كيف هذا الرجل يأتي ولا يعرف؟ لأن أصلا ما أعلن الزواج، والنكاح إعلان، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإعلان. والفرق بين السفاح والنكاح الإعلان، الإعلان زواج الشرعي تحت الشمس، زواج أهل السنة، زواج السنة تحت الشمس يعلن والناس يعلمون والجيران يعلمون والمرأة، هذا زواج المسيار يفتقد هذا كله. رجل يأتي المرأة ويختلف إليها ويتكرر في أيام معدودة، ثم إذا انتهى من قضاء هذه الشهوة وهذه المرأة قضت شهوتها افترقا، فهل هذا هو الزواج الشرعي؟ هل يحقق مصالح؟ حتى لو كتب بينهم أولاد يبقون الأولاد مع الأم، فكيف يربي الأب؟ فهذا الزواج يعني فيه مفاسد كثيرة. والإنسان إذا أراد أن يتزوج عليه أن يتزوج زواج أهل الإسلام بإعلان، ويأتي بالمرأة إلى بيته ويضع لها بيت وينفق عليها، ويعني لكن والله أعلم أن سبب الكثرة الآن، كثرة الزواج، بعض النساء خلعت زوجها وبعضها ما تريد قوامه، بعض النساء خلعت زوجها وبعضها ما تريد قوامه، وخصوصا الموظفات تقول تعال لبيتي ونأتي في، وحتى بعضهم يقول لك أحيانا أتصل عليها على الوعد اللي بيننا إن في اليوم الفلاني، تقول لا أنا مشغولة تعال يوم آخر. فهل هذا زواج؟ هذا يعني أكثر ما يكون من الموظفات. لا شك أن بعض النساء تحتاجه، كأن تكون مثل أرملة أو امرأة متوفى عنها أو مطلقة وبيت وعندها أطفال وما تستطيع إيش أنها يعني تنتقل إلى بيت الزوج، لكن بهذه الطريقة قضاء شهوة. حتى بعض النساء قد تتزوج تقول أنا أبي زوج وعلى سنة الله ورسوله وحتى ما أذهب إلى الحرام، لكن هذا الذي أتاها بنية يعني قضاء الشهوة وقضاء الوطر، ثم إذا انتهى منها طلقها بلا سبب، ثم انتقل إلى أخرى ثم أخرى ثم أخرى. ولذلك اسأل أنت الشباب اللي معروفين بالمسيار، اسأل كم يقولك 14 20 أخذ 15 20 أكثر أقل، هل هذا هو الزواج؟ هذا تهرب، هو يتهرب من المسؤولية ويتهرب من النفقة والبيت، يقول لك أقل كلفة، لكن قضى شهوته بلا 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 فائدة. لذلك إخوان علينا بزواجة الإسلام حتى الإنسان يكون يطمئن نفسيا ويرتاح. ما رأينا أصحاب المسيار ارتاحوا، وإنما يتنقل من بيت إلى بيت ومن حي إلى حي، وأحيانا من بلد إلى بلد إلى حي، وأحيانا من بلد إلى بلد، ثم النهاية يطلق. كم عندك أولاد من المسيار؟ قال ما عندي. ما يبي هو أصلا، ما يبي، يقول لك أنا أولاد ما أبي، أنا يقول لك أنا أبي يعني قضاء شهوة قضاء وطر. فهذا ليس بنكاح صحيح من ناحية الصفة اللي ذكرتها أنا، ولا من ناحية الشرع كامل الشروط وعقد وولي وشهود، لكن بهذه الطريقة الإسلام لم يأمر بالنكاح من أجل هذه الطريقة، ما يحقق أولاد، نفقة، سكنة، يعني يحافظ على أولاده، على زوجته يغار عليها. اللي أعرف إن اللي يتزوجوا مسيار حتى لو تسأله ترضى لنفسك مسيار؟ يقول لا. بنتك اختك يقول لك لا ما أرضى، لأنه يعرف نفسه، لأنه سبق أن يجرب، يقول له ما أرضى. فما في فائدة زواج المسيار، مفاسده أكثر من مصالحه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.